بسم الله الرحمن الرحيم. إحدى غنائم الجيش الحر في مدينة حلب، كتيبة مجاهدي الشهباء. هذا الكتاب عثر عليه في شقق أحد الضباط العلوية، هو كتاب الجفر، هو كتاب قديم جدا، نلاحظ كتاب الجفر المشهور عند الطائفة العلوية. نقرأ فيه من ضلالاتهم. زوج البتول وابن عم الرسول السيف المسلول الفارس البهلول يتحدثون عن علي بن أبي طالب، وهو القديم الأزل الذي لا يحول ولا يزول عن أسمائه بمشاهدة أرضه، ولا عن أرضه بمشاهدة أسمائه، وأشهد أنه الأول والآخر والباطن والظاهر، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة خبير. استغفر الله. لهذا المعنى يا إخوان نقصد ونشير إلى ما شارت إليه المؤمنين ودلت على قدم آثار الأنبياء والمرسلين، ونشير إلى ما أشار إليه شيخنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين ابن حمدان الخصيبي، وهو أحد شيوخ هذه الطائفة الضالة. هذا الكتاب كما قلنا عثر عليه في بيت أحد الضباط العلوية في مدينة حلب، وهو الآن بحوزة كتيبة مجاهدي الشهباء التابعة للواء التوحيد، وسيتم إن شاء الله إيصاله للأيدي الأمينة لنشره وبيان ضلال هذه الطائفة وأنها على غير ملة الإسلام. الدعوة أن الله هو العلي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم.